عدنان. عدنان استنى شوي، اسمعني مرة واحدة لو سمحت. بحلف لك بحياة أعز إنسانة عندي بهالدنيا، بحياة بنتي اللي ما عندي غيرها مالي علاقة بهالقصة، أنا مستعدة ضحي بروحي كرمال زهرة. كيف بدي أفكر أزيها؟ معقول هالشي؟ أكيد زهرة طالعت هالكذبة مشان أترك القصر وما صير مرتك. بس أنا من اليوم بوعدك إني رح كون جنبك لآخر عمري. أكون مرتك بشكل رسمي. تزيح الهموم عني وتشيل كل الحواجز اللي قدامي كرمال أوصل لملك وأهلي بأسرع وقت. آمين يا رب العالمين. إمتى ناويين يخرجوا زهرة من المستشفى؟ لك غانم؟ زهرة إمتى رح تتخرج؟ بتكون تخرجت هلأ، ومن شوي رسوم رح يجيبها ويجي. إيه نشكر الله، وأخيراً رح نعرف نفطر مثل العالم ونتهنى. صباح الخير. إنتي كيف تجرأتي ودخلتي لهون يا حية؟ ما قلنا لك أنه ملك فوتي على هالقصر أبداً؟ ملك أنا اللي جبته. أفندي أنت عم تلعب معي يعني؟ مو قلت إنه عندك؟ لك كيف ضيعتها لنرمين من إيدك؟ آه؟ والله مو بإيدي يا أغا، هذا اللي اسمه منصور هو هالربا، وإلا كنت رح أمسكها من إيده وسلمك ياها. هالبنت مو بنت أختها لنوري؟ إيه هي، مزبوط. كان عطيها لأغا زنجيل بالعراق، شو عم تعمل هون يا ترى؟ شو عملت عزات؟ في شوفير رح يوصلنا، اتفقت معه ياخدنا على الطريق العام. وهنيك منلاقي باص بيوصلنا لأورفا إن شاء الله. إيه إن شاء الله. كيف يعني أنت اللي جبتها؟ فهمني؟ لأني بصراحة ما فهمت. صار لازم تفتح عيونك. هاي الحية ما فاتت على هالقصر إلا لغاية إجت مشان تسقط الولد وتاخد زهرة وتهرب من هون. مو هي عملتها، البنت اعترفت بعظمة لسانها بكل شيء وقالت إنه أمها أخذتها. شو بدك أكتر من هيك؟ زهرة
قالت اللي قالته بس مشان ما اتجوز عدنان. لا تسمعينا صوتك. انتي ما ضحكتي علينا من قبل واخدتي بنتك على المشفى لتسقطي الولد؟ بابا انا مصدق كلام ملك، هي ما دخلها، حدا تاني اللي سواها. ملك عن قريب رح تصير مرتي بشكل رسمي. واعملوا معروف ولا تعترضوا. أنا ماشي، رح روح شوف المحامي مشان إجراءات الطلاق. ملك رح تبقى هون إذا بتنمس شعرها من راسها. يا ويلكن إذا رح تتم هاي الجوازة. أنا ما ببقى هون يا عدنان. هذا آخر كلام. يا عيوني أنا خلصت. طلع بوشي، أنا هلأ صرت لورين خانوم، جرب طلب فاطمة مني لقلك. لك روح افرقني. ها يا الله، لورين خانوم؟ ايه لورين خانوم. انت مو رح تطلب فاطمة مني؟ بقى لازم تطلبها بأسلوب يقنعني وتخليني وافق وأعطيك فوق مصاري كمان، فهمت علي؟ عود رح نعمل بروفا هلأ. بفهم منك انك جاي اليوم تطلب فاطمة على سنة الله، صحيح رشيد أفندي؟ ايه أكيد لورين خانم، إذا حضرتك وافقتي على طلبي. شو بتساوي إذا وافقت على الطلب؟ رح قلك أنا والست فاطمة يعني بعرف إنك بتحبيها، إذا الله رد رح شيلها عكفوف الراحات ورح دللها كثير. احكي باختصار، انا ماني فاضي تلك. يلا بس انفك اصغر من انف الست لورين انت. يلا احكي. حاضر، اذا الله راد انا جاي اطلب ايد فاطمه على سنه الله ورسوله. يا ستي لورين، هي صار لازم يكون عندها رجال وبيت وعيله، يعني انا بيتي جاهز، بنتي رفيفه بتعرفوها، وهي خطيتها بتضل رايحه جايه على الطرقات، هلكت حلت ارتاح. شو هالطلبه هي؟ انت قليل ادب وما بتعرف تحكي. انت تجاوزت الحد وصار لازمك ترباية. اسمع، بنظرة واحدة مني انا بقدر حولك لحرباية او صرصور، او بحولك لحجر وبرميك. زوق واحكي حسب العادات. يخرب بيتك طالع اهم منا. كأنك هي. لا خلصني، انا ماني فاضي لك. بس من خارك اصغر. لا بقى تبكي ليلى. دخيلك يا ستي، أنا رح جن والله. كيف لساتها عم تمشي وراسها مرفوع؟ هذا اللي رح يموتني، وأنا بالكتير رح ضل هيك عم اندب حظي. أنتي لا تحطي بقلبك، أنا بعرف شو لازم أعمل. فاطمة، فاطمة. أمرك يا ستي. جهزي لي شنطاية زهرة بسرعة. ليش لوين بدك تاخديها؟ شو دخلك فاطمة؟ انت اعملي اللي طلبته منك، ما رح تجيبي سيرة لأي انسان. آخ يا حبيبة قلبي انتي، يا ريت لو بتعرفي اني هون بس كرمال سعادتك يا حبيبتي.
فيك تدق الباب قبل ما تفوتي لعندي؟ انتي لعبتي بعقل عدنان وخليتي يحبك ولساتك عم تضحكي عليه بدون خجل وحياة. بتفوتي على القصر غصباً عن الكل وبتاخدي زهرة من ورا ظهرنا على الدكتور وبتحاولي تقتلي حفيدي وبدك ياني وأنا ببيتي بدق الباب؟ مو هيك يا بنت؟ لورين خانم برجع بقلك مرة تانية، مو أنا أخذت زهرة على هداك الدكتور صدقيني. خلصي، أنا ما أجيت هون لأسمع كذبك. إذا رح تستمري بإهاناتك تفضلي طلعي لبرا لو سمحتي. عملي اللي بدك إياه، بهذا البيت ما بسمح لمخلوق يكسر كلمتي واللي بأمره أنا بدي يكون. افتحوا الباب. انتو شو مفكرين حالكن عم تعملوا؟ افتحوا الباب. يلا يلا خالي فاطمة، يا خالي فاطمة الله يوافقك افتحي لي. انتو ما فيكن تحبسوني هون، افتحوا بسرعة احسن ما اكسر الباب. زهرة وزمرد خانوا وصلوا من المشفى وواقفين برا. ما فيك تفوتي لجوا زمرد خانو. ليش؟ شو صاير حتى ما فوت لجوا؟ مرت عمي خير؟ شو صاير؟ لشو هالشناتي هاي؟ زهرة رح تقعد بمكان تاني من هلأ لحتى تولد. على مكان مأمن ما حدا بيقدر يأذي الولد اللي ببطنك وهيك أحسن للكل. والله هون أحسن لي، وهي أمي تركت القصر وما عاد ترجع. لا تكتري حكي، هنيك رح يديروا بالهم عليك كتير منيح. خليك عاقلي ولا تتهوري، بكفي اللي عملتي أنت وأمك. يلا انتبهي بنتي ليلى وفتحي عيونك منيح، لا تخلي مخلوق يضرب مكانك انتي وزهرة. لا تشغلي بالك ابدا. ليلى، زهرة وحفيدي تاركتهم بامانتك انتي. يلا الله يكون معكم بامان الله. على مكان ما في حدا يقدر يوصل لحفيدي أو يأذي قد ما حاول. أنت بأي حق بتساوي هيك؟
ما فيك تبعديني عن بنتي زهرة. سكتي وحاجة تلعي. أصلاً أنتي إذا عندك شوية شرف لسه تحملي حالك وبتمشي من هالقصر. خالي فاطمة لوين بعتوا ولا بنتي زهرة؟ شو انشقت الأرض وبلعتهم؟ وين اختفوا الكلاب؟ رح نلاقيهم بابا، لا تشغل بالك أبداً. أهلين يا مان. مين؟ متأكد إنه هي؟ في ناس شايفين نرمين بضيعة ساروهان وقال معها شب وختيار كمان. يلا خلونا نروح. بأمرك يا أغا. شو اللي جابكن لهون يا جماعة؟ شو عاملين زيارة عائلية؟ قديش رح تاخد وقت هالشغلة؟ مشتاقة لغرفة كتير، لهيك مستعجلة على الروحة. طولي بالك يا أختي، ليكني قربت خلص. بس وصلتوا على الاستراحة بتصير شغلتكن سهلة. هنيك السيارات رايحة جاية على غرفة. كان لازم تبعد عن أم. عملتي الصح يا مرت عمي. المخلوقة حطت براسها تقتل الصبي اللي ما شاف الضوء لسه. ما قلتي لي لوين بعتيهم هي وليلى؟ على ديار بكر. لعند قرايبينك؟ اصحك زمرد، ما بدي مخلوق يدرى. حتى فاطمة ما لازم تعرف شي. ولتقرب ولادتها نلحقها أنا وياكي، منروح منجيب حفيدنا ومنرجع لهون على القصر. شغل لنا هالراديو رستم، كتير داخلي. مضيع جزداني نسيته بالقصر يا ترى؟ مو مشكلة، بتحاسبني بعدين. أخي شو صاير هني؟ ليش العالم مجتمعين هيك؟ الشرطة لقت جثة مرة بالنهر وعم يسألوا عنا ويحققوا بالموضوع. إجراءات الطلاق قربت تخلص، بدي اتصل بالمأذون. شوفي ملك. زهرة، أخذوا زهرة من هون دخيلك، ساوي شي عدنان. يا حرام المسكينة. اي والله خير ان شاء الله. شو الموضوع؟ واحد من اهل الضيعة شاف جثة على طرف النهر وفورا خبر الشرطة. طيب
طيب وعرفوا لمين الجسة؟ لا والله، هي إلى كم يوم متوفية. هالمسكينة الله أعلم ليش بيكونوا قتلوها. ستي لورين، وين زهرة؟ وديتها على مكان مأمن. ستي قولي لوين أخدتوها. ليش؟ شان هاي المرة تلحقها وتقتل حفيدي الوحيد اللي ما شاف الضوء لسه. بس أنا ما عملت شي. ولا كلمة. أنت مالك حق تحكي بهالبيت أبدا. أنا الوحيد اللي إلي كلمة بهالبيت. يلا أحكي، وين زهرة؟ تعرف عزت لو كان عايش هلأ ما كنت رح تحكي معي بهالوقاحة كلها. عزت توفى وخلص، وأنا هلأ الآغى لكل العشيرة. بقى الأحسن تقلي لي وينها. مدام أنت الآغى روح لاقيها لشوف. لك أخ عدنان، كأنه كانوا رايحين على مكان بعيد. كانوا مجهزين شنطتيها لزهرة، وليلى كانت حاملة وحدة ليلى. لا تشغلي بالك، رح ندور عليها ورح نلحق كتب الكتاب. برافو عليكي، سكرتي تمك على الآخر، مانك طالعة لأمك. ما قلتي لحدا إنه أنا اللي أخدتك على الدكتور. أصلاً أنا قلت لهم هيك لتخلص أمي منكم، أكيد مو غايتي غطي عليكي. لسه رح تتصل فيني كتير يا عدنان آغا. عميرين؟ عميرين وما عم تجاوب. هي ليش لحتى تاخد بنتي؟ ملك لا تضايق حالك، لقيتها قبل هالمرة، أعطيني شوية وقت. رستم، نحن رايحين على الحمامات، سبقنا على السيارة وبعد شوي منلحق. انتوا اطلبوا شوربة وفطاير، وانا رح شوف اذا في باص رايح على أورفا ولا لا. بهي ما اتصلت لسه ولا بعتت خبر؟ لا والله ما اتصلت لسه، وأنا اتصلت فيها وموبايلها مسكر. يا الله على هالقصة، جيبي لي موبايلي لأتصل بنرمين، بركي عنده. رشيد أفندي وقرايبه هون، وقال بدهم يشوفوا لورين خانو. أستغفر الله وأتوب إليه، الخانم اللي فيها مكفية، بدها ترتاح ومو فاضية. فاطمة تركيهم يفوتوا لعندي. مرحبا لورين خانو. خير رشيد أفندي؟ إيه خير لورين خانو، خير. نحن جايين نطلب إيد فاطمة خانو. خدي من ايده فاطمة. تفضلي. وانتو تفضلوا ارتاحوا بالاول.
فاطمة روحي على المطبخ اعملي قهوة. السلام عليكم. وعليكم, وعليكم السلام. عم ندور على رجالين ومعهم بنت. واحد من الرجال ختيار والثاني شاب. شفتون شي؟ لا والله ما شفناهم. طيب وانتو شفتون؟ الختيار اللي معهم دقنوا بيضا شي؟ ايه صحيح شفتون هون؟ انا وصلتهم على الاستراحة اللي على الطريق العام. ناويين يسافروا على أورفا. لك لوين هرباني يا أردة؟ أنت بدك توطيني بالمشاكل؟ شفت عمو عزت بعين؟ والله العظيم هو برا عايش مانو ميت. لك ليكو هالبنت الكذابة مثل أمها أصلاً. لو عزت كان شايف كذبك أنت وأمك ما كان حبة أبداً. تحركي يلا. عم قلك والله العظيم شفت عمو عزت برا. تركيني بدي أطلع. لك تركيني. وليك زهرة. 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 تعي لهون. وقفي. وليه بدك تورطيني بالمشاكل وما بتعرفي كيف؟ تحركي لشوف. عمي عزت. عمي عزت كان هون والله العظيم شفته بعيني. عمي عزت وين كنتوا؟ والله صار لي ساعة عم دور عليكم. أكيد بتكوني مخربطة. يلا تحركي لشوف. لا شفته أنا متأكدة. خلصيني زهرة. يا ترى رح يقدروا يلاقوها؟ إن شاء الله. الملازم صديقي أعطيته رقم موبايل رستم ورقم السيارة ورح يخبرنا عن قريب. صحتين وهنا. مشي الحال. دبرت سيارة توصلنا. رح نكون بأورفا قبل ما تغيب الشمس. والله ماني مصدقة أوصل. آخ لو بس الخانم مانا قاعدة كنت بورجيك قيمتك يا رشيد الزفت. ومن غير حياة جايب ورد وشوكولا كمان. مفكر رح تاكل عقلي بالشوكولا تبعك؟ انت صبرك علي شوي وانا رح اورجيك قيمتك يا رشيد. الاهالي ابدوا ردود جيده. الله يسلمنا ياهن ويسلمك. يعني لسه انا ما صرت رئيس بلديه بس بتلاقيهم متجمعين حوالي بالسوق وبالبيت. ويا سيدي ويا سيدي وانا مو متعود على هالحركات. الله يوفقك ويفتح بوشك. والله يا خانم حضرته متواضع كتير مع انه رح يصير رئيس بلديه. وحسب الاستفتاء الشعبي الاستاتيكي الاخير هو رئيس البلديه بنسبه 58 نقطه.
ونحن فكرنا بالمرشحة يلي رح تكون واقفة جنبه بالمسيرة الحافلة واللي رح تكون الليدي لتساعده بالمهمة الصعبة، وما خطر لنا غير فاطمة خانم الحقيقة لحتى تكون المرأة اللي رح تدعمه دائما بمسيرته. شوفي ليك اجت بنت حلال. يسلموا ايديكي فاطمة. صحتين وهنا يا خانم. شريف. يعيشوا هالايدين يا خانم. ان شاء الله بتشرب السم الهاري. حتى لو كان سم من ايدك بشربه. تفضل. شكرا كثير، يسلموا ايديكي. صحتين وهنا. على قلبك. تفضلي زمرد خانم. هيك مواضيع كلها اسمه ونصيب يا رشيد أفندي. شو ما كان المكتوب عجبين العين رح تشوفه أكيد. رشيد أنت منيح؟ شبك ابن عمي لخود نفس، أنت متوتر كتير وهذا الشيء طبيعي طبعا. سلامتك سلامتك خانو. لك وشو صار خمري؟ دخيل الله. يسلم يسلم ايدك يا فاطمة. لا هو كتير طيبة ومزبوطة الله يسلمون. صحتين وعوافي. ولك صار لونك ازرق شبك، ما كنت بعرف انك رح تتلبك كل هالقد. خجول ابن عمي. هدول لحقونا لهم. وفؤاد كمان هون. وصلوا لي وما رح يتركوني إلا وأنا ميتة. عزت هلا شو بدنا نعمل؟ هدول محاصرين من كل الجهات. يلا بسرعة، ما رح نستسلم. لحقوني من هاي الجهة. أهلين وسهلين يا بنتي. أهلين فيكي ستي لورين، بتسلم عليك. ايه الله يسلمها. تفضلوا لجوا، اعتبروا حالكم ببيتكم. نرمي الراوي ولا تخافي يا بنتي، خليكي واقفة هون. ما رح يتركوني عايشة ورح يقتلوكم انتو الاثنين كمان. ما حدا رح يقدر يعمل شي، رح نرجع على غرفة نحن ثلاثة مع بعض. الله ياخذهم. والله ما في لزوم للخجل والحياء بهالشغلة يا فاطمة. يعني انت اذا كمان الك خاطر برشيد عادي فيكي تقولي، الزواج ما له عيب ولا حرام. لا والله انا ما بدي. شو بدهم يقولوا العالم؟ يعني مو حلوة إني أتجوز وأفتح بيت بعد كل هالعمر. لورين خانم، ليلى خانم بدها إياكي. ألو ليلى، قولي لي وصلتوا على ديار بكر؟ إيه إيه عال. انت كمان سلمي لي عليهم. رستم كمان ما نوعيل لمرته لوين رايح. يعني ما رح نلاقيه. الو ليك عدنان، اسمعني يا ابني، لورين خانم بعت زهرة على ديار بكر. قلتي ديار بكر؟ ليك عزات اسمع، مستحيل نطلع من هون بدون ما يشوفونا. انا رح اطلع لعندهم وخلي الكل يلحقوني، وانت خود نرمين واهربوا من هون. لا مستحيل هالشي. مو على كيفك، ما في عنا حل تاني بنوب. مستحيل يا أبا، منعيش سوا أو منموت سوا، ما راح أتركك لحالك.
تسمعوني بعد 3 ساعات تنطروني على مدخل هارملي تمام؟ لوين عمي منصور؟ ركضوا امسكوه! تعالي امشي بسرعة. مين في بديار بكر لحتى يبعثوا زهرة لعنده؟ أهله ما عرفوا أصدقائه. رح نجرب وندق على بابهم واحد واحد. الله أعلم قديش بتكون مرعوبة. أنا قلت لك اطمني، زهرة هنيك بأمان. طول ما أنا حاملة حفيد العيلة ما بيزوها. نرمين! اتصلت لورين خانم وعزمتنا على عرسكم، بس ما قدرنا نجي، وطلع من نصيبنا انه نستضيف مرت عدنان اغا ببيتنا. صحي، كيف عدنان؟ كتير منيح ومرتاح، كل الوقت عم يشتغل. الله يوفقه. تسلم ايديك. صحتين وعوافي. رح أغسل إيدي وأرجع. اسمعني شوي لو سمحت. أنت ما دخلك، أحسن ما أوصك. هو ما له ذنب خالي. يلا خلصني بقى وأوصني. كل القصة أنه الزلم يساعدني. وإذا هيك ليش هربتي من المستشفى؟ ها؟ يلا قولي، ليش هربتي؟ ليش وطيتي راسي بين الناس؟ فؤاد، فؤاد افترى علي يا خالي، ما خلى شي وما عمله فيني، وكان رح يموتني بلا سبب. قلت بهرب وبنفض بحياتي، والله رحمني وبعت لي هالناس الطيبين. خالي، هالاثنين حموني على حساب رواحهم. الله يوفقك، تركنا نمشي. اسمع، هاي البنت المسكينة ما لازم ببنو، حرام تقتلها وهي مو عاملة شي. هاي بنت اختها، لما جوزت لها الزلمة ظلمت أكبر ظلم بحياتها، وانت اللي حملت زنبها. إذا قوصتها هلأ بسبب هالجريمتين، لا بالدنيا ولا بالآخرة، ممكن يرتاح بالك. أرجوك لا تغلط. خالي، نسيت إني أمانة أختك عندك. لا تقتلني. يلا روحوا بسرعة. يلا أمين يا ربي، خلينا نمشي. الله يقومك بالسلامة. الله يسلمك. لا تنسوا الموعد الأسبوع الجاي. أهلي. أنتي ليش بتكرهيني كل هالقد؟ ما عم بفهم. يعني أنا شو بفرق عن بنتك التانية؟ مو نحن التنتين بناتك. اسمعي، أنا رح أقلك كلمتين. ضليت سنين وأنا عم بحب الإنسان الغلط، تركت أهلي ورحت معه، حاربت الدنيا كلها كرماله، ضحيت بعمري مشان واحد ما بستاهل.